إذن السلام عليكم متابعينا الأعزاء، متابعين صوت العدالة من مدينة مكناس، نحييكم كما دائما. إذن متابعينا الأعزاء، كيف كنعرفوا ولا كيعرف القالي صراحة، لأن الرأي العام المكناسي ما كيتبعش بزاف الأمور السياسية في المدينة، مع العلم أنها كتهمه وكتأثر عليه في الحياة الشخصية والعادية ديالو طبعا. إذن متابعينا الأعزاء، كانت دورة عادية للمجلس البارح، والكثير من سايق أخبار كيف تنقول وما عارفش، الاعلام هو اللي تابع هذه القضيه، وحنا الدور ديالنا هو اننا نوصل لكم شنو وقع وشنو غادي يوقع في مدينه مكناس. اذا امامي الصديق والاخ بداح، عبد الحق بداح، اول شيء مرحبا بك معنا على صوت العداله. اهلا وسهلا الاخ الكريم، تحيه طيبه وشكرا على هذا المباشر من اجل تدارس شويه مدينه مكناس وقضاياها المهمه. اكيد. اذا سيدي عبد الحق، كيف كنعرفوا البارح كانت الدوره العاديه وهي في طياتها ليست عادية صراحة. إذا دابا المواطن المكناسي كيتساءل، واش المدينة غادي تزيد القدام؟ واش غادي تبقى في بلاصتها؟ واش مازال غنلقاو حفر؟ ومازال حنا غادي نبقاو نلقاو شي مسائل اللي هي غير عادية؟ واش المواطن المكناسي أصبح يحق له، أنقولها بكل بساطة، يحق له أن يحلم بأن تكون المدينة ديالو مثل المدن اللي كتلقى تلمية؟ تفضل سيدي عبد الحق. تحية على السؤال. مرحبا سيدي، لأنه سؤال هو في الحق منطقي، وسؤال اللي احنا كنا دائما بعدا كنتسنى واش هاد الدورة غادي يحضر فيها سيد الرئيس ويحضر فيها المستشارين، واش غادي دار ولا ما غداش. كما العادة حضر كل شيء، الحمد لله حضر كل شيء كما العادة، لأنه سبق وسجلوا ثلاثة ولا أربعة ديال الدورات استثنائية وجوج دورات مهمة اللي ضيعوا بزاف على مدينة مكناس. هذا هو السبب اللي خلى انه يكون حاضر ممثل السلطه او ممثل صاحب عامل صاحب جلاله، اللي هو قام بواحد التاطير ديال 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 الدور ديال 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 الدوره، وكان قدم واحد الاقتراحات وقدم بزاف ديال الحويات، لانه هو ما طلبش في الحقيقه، طلب شي حاجه من الماكينه، قال لهم اودي الا غنهضروا في النقاط اللي عندنا مدرجه داخل نقاط الدوره. يعني هذا مساله كان هو كيحبذ انه تكون الدوره، لانه عطاونا المستشارين وعطانا الرئيس بانه راه كاين اختلافات، وهذا بغاو يحدوا فيه، لانه هذا ضروري انه السيد العامل خصو يتدخل ويعطي واحد اللمسه، واللمسه كانت فعلا تقنيه مزيانه، انا لا احبذ انها تكون دائما، ما لانه السيد كيدار لصالح المدينه، والممثل الوحيد ديال صاحب الجلاله راه هو عامل مدينه مكناس. مع السيد عبد الحق غادي نقاطعك هنا وغنقول لك صراحه، تحية للسيد عبد الغني صبار عامل عمالة مكناس، ولكن حبذا لو أننا كنا نشوف أن المستشارين والسيد الرئيس أنهم يكون عندهم مسؤولية بدون تدخل يعني الممثل ديال صاحب عامل صاحب جلالة، يعني كنا نتمنى أنهم يكون عندهم مسؤولية بلا ما يوقع ذاك الاختلاف. هي شوف، هذا مجلس منتخبين. نعم. ولكن أنتم دابا حنا تبعنا هذا الشيء، دابا أنتم أربعة ديال الدورات ما حضرتوش، واش نخليو الفوضى؟ راه الفوضى كانت في المجلس ديال مدينه مكناس الشهور سابق، الشهور دازت. الو حنا بغينا هاد السلطه او الداخليه بغات تعدم هاد المزاله، يعني ما دخلتش شافت الاوضاع. حنا شوف حنا نعم. شوف حنا بالنسبه لينا كمواطنين، ولا حنا في الحقيقه كان راه دابا حنا كنهضروا بالمسائل اللي هي عشناها، يعني ماشي زينا وكنهضروا في الموضوع. هاد المسائل اللي دابا كانت دارت البارح، دارت على اساس اننا ما نتجهوش فعلا للعزل، وما نتجهوش لحل المجلس، لانه حل المجلس سوف يكلف الخزينه ديال الدوله ما هو واحد المبلغ اللي هو غادي يكون شويه قاصح بالنسبه لهاد الظروف، الخروج من الجائحه وما حنا هاد المساله نفسروها هكا. حنا راه ما كرهناش انه يتحل المجلس كامل ويتعاود انتخابات جزئيه في مدينه مكناس كما هي دارت في البرلمان ديال المقعد البرلماني، وانما دابا حنا عندنا 60 مستشار، وربما غادي تبقى نفس القاعده ديال التصويت، وربما تبقى نفس القاعده ديال الاشهارات ونفس الحملات، وهذه راه خصنا عاوتاني نشوف شحال من الحزب خصو يتاثر، وشحال من يعني هذه الروينه هذه كامله لربما خصها راسها الداخليه، او لا انها مرات قوانين في وسط المجلس، على اساس انه ذاك المجلس يحترم شنو مكتوب. كنناقشوا النقاط، خصنا نناقشوا النقاط. هادو المسائل اللي كانت فعلا برمجه انها تكون، وانها غتساعد المستشارين وتساعد، وانما راه بعض حنا لاحظنا الرياكسيون ديال بعض المستشارين، هما حسبوها من باب
باب سميتو باب انها تكميم الافواه و و و و لا الخطا اللي الجسيم اللي وقع هو تقديم الممثل العامل صاحب الجلاله تما لا كان خص الرئيس يقول لهم تنقدم السي امين او لا الاسم لا اللي كنعطى او لا ويقول ممثل ما فيها والو احنا تعريف شوف احنا تنخدموا بكناس احنا تنخدموا بكناس نخدموها بالممثل او لا بلا ممثل كنا لا احنا واش نخدموا بكناس كمستشارين ما غيكونش عندنا مشكل ولكن انك تقول كنقدم شكون وخليتي له مباشره فاش دخلوا في النقاط وقال بانه راه من هنا من ديك الكلمات اللي لقى لربما الطرف الثاني انه خدام لا هو جيتي تشوف بانه راه كان واحد شويه ديال غير نقص في المعلومه سيد الرئيس ما عطاش توضيح شكون هو السيد اللي ياخذ الكلمه ولا ربما علاش غادي ياخذ الكلمه حنا نعم او يرجع الثقه ولا ذلك وقال انهم هما ما رجعوش الثقه للرئيس هذا في حق إذن نعم سيدي عبد الحق إذن كما كنقولوا فمعي وراء الكاميرا الزميل بالبصير فتحية له سيدي عبد الحق نقول واحد القضية اللي بغيت نسولك عليها أنت أكيد بدورك كشخص غيور على المدينة على الأوضاع اللي في المدينة طبعا أتكون تبعتي الدورة أش وقع فيها شو الحاجة اللي جاتك استثنائية في ذاك الأمور من تبان التدخلات ديال المستشارين النقط المهمة بغيناك تعطينا انطباع ديالك وأنا قبل ما نجاوبك على السؤال هذا كان عندي قبل ما يطرح الأخ العزيز السؤال ديالو كان عندي تناسق مع الممثل لأن دابا حنا كنهضروا على الممثل صاحب الجلالة كنهضروا عليه وحنا يعني عندنا وحنا عندنا وعدنا واحد الفخر أنه يكون حاضر لأن لربما حنا داكشي اللي ما قدرناش نديرو كسكينة راه كديروا الداخلية فاش خص الممثل ديال 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 العامل صاحب الجلالة يعني ولكن ممثل ديال الشركة ديال سيتي باص اللي هو جاي لتما للمجلس باش أنه يعطي شنو الدور اللي شنو ما فهمناش واش هذا مازال داخلين على الضحك على الأدخون واش حنا كنشوفوا الكارثه ديال 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 الحافلات اللي عندنا بالكلاس ويجي عندنا الممثل ويجي الممثل ويقول لنا شنو هذه يقدر يقول لنا هذا الممثل هذا لا الا جاء الممثل ديال الشركه خصنا نسالوه لا اقل ولا اكثر ولكن انا دابا شوف خويا دابا حنا فاش كنكونوا فاش راه هذه راه قلناها واحد الصباح قلنا فاش كنكونوا كنحضروا ولا ما كنحضروش على اساس انه غير جايين راه كنتبعوا حاملين هم المدينة أكيد باش ياخذ الكلمة نائب المستشار نائب الرئيس وهو يعطي شوف التقزيمة اللي كيقزم مدينة مكناس قال لك لا مقارنة لها بمدينة فاس ولا بمدينة مراكش على حسب النقل وعلى حسب النقل العمومي ولكن شوف المداخل اللي كتعاون بها الجماعة يعني حنا واش الجماعة بزاف علينا يعني احنا ما كنوصلوش لهاد المدن دابا هو دابا التصريح ديالو رجعوا للتصريح راه مشجال قال لك اسيدي بانه مدينه فاس كتساهم الجماعه ب 20 مليار ديال السنتيم يعني ولا جينا نشوفوا مراكش غادي تكون راه قالها ب 50 مليار يعني احنا دابا واش ندخلوا في شبكه الفقر في مدينه مكناس نقولوا بانه ما عندناش موارد واش ما عندناش فلوس في الجماعه ديال مدينه مكناس ولا ما عندناش فلوس راه عندكم نتوما نعم ولكن راه عندكم نتوما ايها المستشارين راه عندكم الحمد لله راه عندكم ما يكفي وعاونوا المعاون المجلس فشوف الا كانت ازمه في مدينه مكناس فعندنا ازمه سياسيين لا اقل ولا اكثر وراه هذا هو المنطلق اللي هنا كنا هذا هو المنطلق اللي خايفه منه الداخليه وخايف منه صاحب الجلاله في مدينه مكناس ولكن راه هذا هو الحل النهائي اللي غادي يكون في مدينه مكناس هو حل المجلس حل المجلس انه التركيبه ديال المجلس ونرجع للسؤال ديالك مباشره حنا ندخلوا في شنو قالوا المستشارين في وسط الجلسه ديال الدوره واش حنا تنهضروا بانه تنسمعوا مستشار تيقول بانه كاين انفلوبات واش كاين اسيدي الدجاج الدغميره واش كاين اسيدي القهوي الشيشه واش كاين الحانات واش كاين القهوي ديال لوتوروتات كتمشيو تجلسوا فيهم باش تدرسوا وكاين الفيلات كتمشيو تجلسوا فيهم باش تدرسوا مدينه مكناس قدر الله من هذا منكر وكتسمعوا تدخلات على الفروق كامله يعني ماشي كنهضروش على فريق واحد هذا السيد عبد الحق استهتار باحوال المدينه هذا هما شوف راه البارح كانت الحاله هستيريه كلشي خرج من رونتو لانه كنقولوا بهذا الكلام هذا الروندا ديالو كتقول منها لانه لربما اللي شنا وهو المستشار الثالث اللي هو تيطالب بالبلاصه ديالو نورمالمون حنا تنهضروا بالمستشارين ديال الحزب الحمامه في مدينه مكناس وراه كاين الرئيس الاول الثاني الثالث كيقول انا ما بقيتش بلاصتي عطيوني بلاصتي عاد نجلس
واش هذا فاش حنا تفاجئنا شنو كيقول السيد، لقينا بانه تيقول على اساس انه جا الرد من وسط القاعه، ما عرفت شكون اللي رد عليه، قالوا راه تباعت. دابا حنا ما بقيناش نفهموا شنو وقع في مدينه مكناس. دابا هادشي راه دابا هادشي ما تنقولوش الحمد لله ما وراء السيطره، هادشي راه البارح وراه مؤرخ مؤرخ ومصور صوت وصوره. ولكن هنا دابا لهذا المنبر هذا راه الله يعطيكم الصحه، لا ما تفاعلوا شويه مع هاد الناس هادو، راه حنا راه لا اله الا الله تفاعلوا، الا غيتفاعل شي واحد حنا يدينا معاه، تفاعلوا مع هاد الشهاده ديال هاد السكينه ديال مدينه مكناس، لا تخليوهاش عاد تزيد. الا كان الحل هو الماديات باش انكم تحلوا المجلس، اسدي حنا قابلين انتخابات غير بالتصاور، حنا قابلين انتخابات غير ما نديروا ما نديروش حمله، ولكن نخليو السكينه شنو تعبر وشنو غادي تقول. الا كنتو نتوما كتقلبوا على الميزانيه ملي غتجيبوا ميزانيه ديال الفلوس، حنا ما تعطيوناش غير ديال الفلوس، ما تعطيو حتى حزب الفلوس، عطيوها سيدي غير التصاور، شكون غادي ينزل، شكون غادي ونشوفوا السكينه شنو غتختار. سيدي عبد الحق تسمح لي غنقاطعك، صراحه السكينه ما همهاش في هذا الشيء، كنطلعوا اللي بغيتو هبطوا اللي بغيتو، المهم هو احوال المدينه تصلح. بنادم ما يلقاش حفره، ما يلقاش حديده غتجرحو، ما يلقاش تروطوارات مهرسين، ما يلقاش بلاصه شجره محفوره، ما يلقاش طوبيسات مهتريه. المواطن ما بغاش انتخابات والهضره السياسيه ما بغيناهاش، المواطن بغى ارض الواقع. وارض الواقع راه هو المطلوب، راه حنا شوف ما كنقولوا حنايا، كنقولوا ارض الواقع راه تنقولوا التنميه البشريه، تنقولوا الحقيقه اللي خصها تكون في مدينه مكناس وصلات لها. ماشي دا حنا راه في حال دابا حنا راه كنا هضرنا في هذه المسائل هذو، لقينا بانه راه تاخرنا 12 و13 سنه على مدن اخرى، وانما عندنا الله سبحانه وتعالى يمكن لا 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 يقدر يحن على هذه المدينه هذه. ربي كبير، حنا تنسمعوا البارح تنسمعوا بانه النيه، كيفاش النيه؟ ديروا النيه معايا، شنو هي النيه هذه؟ النيه راه قالها الركراكي بوحديتو اللي دار اللي قالها، واللي هو عطى واللي عطاته والله سبحانه وتعالى عاونو انه فعلا يوصل بداك النيه اللي ما وصل له واللي ما صرف به المغاربه كاملين. سيدي عبد الحق ندخل هنا هذيك مجرد لعبه كره قدم. بالنسبه ولكن تقول فيها النيه، ايه تقول فيها النيه. سيدي عبد الحق نسولك سؤال، واش حفره محفوره في وسط حمريه غندير النيه تصبح مفتوحه؟ لا ما يمكنش. هذا مساله ما شوف، إذا كانت هذه المسألة هذه ديال النية غادي تعطينا الحفار يتصاوبوا، أنا من دابا داير النية وخدم التصاوب. أنا من دابا داير النية، كانت النية غادي تبدل لي الحافلات اللي أنا كنشوف فيها ولاد الشعب، ولدي حتى أنا تيركب في ذاك الحافلة وتيركب فيها، والله أعلم واش توصل به ولا ما توصلش به، والله من دابا حتى ندير النية وتبدل الحافلة. مسألة بالنسبة لي أنا عندي نية مرتبطة بالواقع، ما عنديش مشكل أنه شنو غادي يمكن اللي غادي ندير. سيدي عبد الحق إلا قلت لك بغيتي تعطي كلمة أخيرة سواء للمسؤولين او للراي العام، شنو تبغي تقول لهم؟ انا على هذا الاذان اللي تيتكلم، على قوله الله اكبر، وكلمه الحق دائما يتبعها اذان الله سبحانه وتعالى. نعم سيدي، الله سبحانه وتعالى يحن على هذه مدينه مكناس، والله ما يسر ولا تعسر. واذا كان هذه الاجراءات اللي هي غير ماديه هي اللي غتوقف قدام العاصمه الاسماعيليه، فانا تنطالب من هذا المنبر هذا وتنناس السكينه انها تكون عندها واحد الرؤية كيفاش أنها غادي تدبر الحال، من بعد غادي يكون إن شاء الله حل المجلس. نعم، إذا متابعينا الأعزاء وصلنا لنهاية هذه الحلقة، وفي كنتمنوا أن الأوضاع ديال مدينة مكناس أنها تحل إن شاء الله بإذن الله على قولة الله أكبر. وكان معي الزميل بالبصير وراء الكاميرا، وكان معكم ربيع دحاني.